بير منزل، ست ست، منزل الست، منزل السيدة. وهيبقى كل أوضة فيهم بقى نحط أوضة البيساشت اللي هي الطبيبة، وهذه الطبيبة اللي أخدت إميريت، يعني دي رئيسة الأطباء. يعني ممكن حضرتك تتكلمي يعني على الوزارة، يعني زي دلوقتي نقدر نقول إن هي وزيرة الصحة. وزيرة الصحة كويس كده، رئيسة الأطباء. ده معنى كده إن كان في مجموعة من الأطباء، في عالم رهيب عمل عدد في دولة قديمة بس من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة، جابت 94، جابوا 94 طبيب. عندنا طبيبة تانية اسمها تاوي. على اي حال، في الاخر خالص هذا المتحف سوف يظهر للعالم كله، وانا كنت اقترحت منطقة المنتزه في الاسكندرية علشان المتحف ده يتعمل فيها، ويظهر للعالم كله حقية المرأة في مصر القديمة، الميراث، التكافل الاجتماعي، برديات ونصوص مصرية قديمة تثبت ايضا التأمينات اللي كانت بتتعمل عليها، معاملة المرأة، الزواج، الحب، الشعر، الرومانسية، العمل، الوظيفة، كل هذه الأشياء. أستاذ بسام، يعني إحنا للأسف وقت فقرتنا انتهى، بس أكيد طبعا هنكمل حوارنا الشيق عن المرأة ودورها في حلقات تانية كتير طبعا. يعني بالتأكيد إحنا فخورين بأن المرأة المصرية كانت سباقة بين سيدات العالم في التمتع بحقوقها وبمكانتها في المجتمع، وكانت سباقة في أنها تعمل في المهن المختلفة وصولا لأعلى المناصب كملكة وحكومة حاكمة. احنا بنشكر ضيفي الأستاذ بسام الشماع، عالم المصريات والباحث الأسري. بنشكر حضرتك جزيل الشكر لوجودك معنا النهاردة في صباح الخير. مشاهدينا، احنا لسه مستمرين مع حضراتكم، فتابعونا. إليك يا خير